الجيش يستعيد السيطرة على وادي حميد في جرود عرسال بعد معارك عنيفة مع داعش. اندلاع اشتباكات في طرابلس إثر استهداف مراكز ودوريات للجيش. الاحتلال بدأ بسحب بعض قواته من غزة ونتنياهو يحاول صناعة نصر وهمي. تدمير ممنهج للمساجد في القطاع. كل ألمانيا هدمت إلا الكنائس. قائد الطائرة المنكوبة دخل المحظور. تنفيذ جنبها 100%. والجديد في مخيمات النزوح في أربيل. أنت شيعية وهو سنة. عبقول عم بتساعدوا بعضكم؟ إيه. عم جيب لك المي؟ إيه والله يساعدنا خطية. صباح الخير. هي المواجهة المباشرة الأولى للجيش وجها لوجه مع داعش. سابقا اتخذت المؤسسة العسكرية غدرا، لكنها اليوم تخوض حربا بلا هواد مع الإرهاب الذي تدلل سياسيا على أرضنا وارتاح بفيء غطاء دفعه إلى التسلل والإقامة عندنا. المعارك تواصلت حتى الفجر داخل عرسال بين الإرهابيين المسلحين والجيش، حيث خاض فوج المجوقة البطولات من الجرد إلى البلدة وتقدم على حاجز المصيدة مستعيدا السيطرة بالكامل على وادي حميد. اتحدثت المعلومات من قلب المعركة عن أن الجيش أوقع قتلى في صفوف داعش، وذلك بعد أن حرر بعملية نوعية عسكريين كانا قد اختطفا نهارا. أما عناصر قوى الأمن 22 فقد اختطفوا من منازلهم وباتوا رهائن لدى المدعو مصطفى الحجيري أبو طائي الذي يأسرهم في المستشفى الميداني في عرسال، لمبادلتهم بالموقوف عماد أحمد جمعة الذي تسبب بمعارك النهار الدموي الطويل بعد توقيفه على حاجز للجيش. إلا أن أبناء عرسال كانوا راية العسكر وظلها والحصن الرافض لظاهرة الإرهاب التي انتشرت في بلدتهم وصبغتها بالرايات السود. أهل عرسال كانوا جنودا مدافعين عن أسوارهم، عن مبانيهم العسكرية وفصيلة الدرك، وقد سقط عدد منهم شهداء في أثناء معركة استرداد المبنى الأمني. الجيش الذي يتعرض للعدوان أعلن أن الأعمال المسلحة ليست وليدة الصدفة بل مخططة، مؤكدا الحسم في الرد. وإلى طرابلس، حيث اندلعت اشتباكات متقطعة بين مسلحين والجيش أخذت شكل كر وفر، وقد سمعت أصوات القذائف والمضادات والرصاص في التبينة وشارع سوريا ودوار أبو علي والزهري. وأشارت المعلومات عن سقوط جرحى في صفوف الجيش والمسلحين. بعد استقدام الجيش تعزيزات عسكرية إلى عرسال وخوضه معارك عنيفة داخل البلدة وفي جرودها ضد عناصر داعش والنصرة، تمكن ليلا من استعادة حاجز المصيدة ووادي حميد بالكامل متقدما باتجاه الجرد. مصادر عسكرية ميدانية أكدت للجديد أن العملية مستمرة، وأشارت إلى أن قتل النصرة وداعش بالمئات. وقد أكد الجيش أن وحداته في عرسال تواصل التصدي والاشتباك مع أعداد كبيرة من المسلحين وتقصف مراكز تجمعاتهم وطرق تحركاتهم تمهيدا لعزلهم وتطويقهم. هذا ونقلت رويترز عن مصدر أمني أن الجيش اللبناني قتل 11 متشددا في عرسال قرب الحدود السورية. وداخل عرسال يخوض فوج المجوقة الاشتباكات عنيفة ضد مسلحي داعش وسط تغطية كثيفة من المدفعية باتجاه الجرد. من جهة ثانية أظهرت لقطات مصورة أطلاق صواريخ باتجاه مواقع مسلحي داعش في جنوب عرسال. يا عبيد
تفاصيل بداية المعارك في عرسال وجرودها في هذا التقرير. هذا هو السوري عماد أحمد جمعة الملقب بأبو أحمد من القصير، خرج منها بعد دخول حزب الله وتراجع إلى القلمون، انضم إلى لواء فجر الإسلام الذي يقاتل تحت راية جبهة النصرة، قاتل في باب عمر ويبرود والقصير ورأس مجموعة من 300 مقاتل وبايع داعش أخيراً. نحن لواء فجر الإسلام في ولاية حمص نعلن أننا نتبرأ من المجالس العسكرية الديمقراطية العلمانية ونكفر بكل الطواغيت وعابديهم على ملة إبراهيم، ونعلن أن بيعتنا لخليفة المسلمين المجاهد إبراهيم بن عواد أنه إمام المسلمين. رصدت له زيارات للحدود اللبنانية وعرسال، وفي الساعات الماضية وقع لواؤه في كمين أثناء توجه مقاتليه إلى جرود عرسال، سقط منهم جرحى وأدخلوا إلى مستشفيات داخل الأراضي اللبنانية. ويحكى أن أبو أحمد جمعة لم يصب، لكنه ارتدى ملابس مدنية وعبر أحد الحواجز التابعة للجيش في وادي حميد في أثناء عزمه على عيادة جرحاه، وهناك أوقف لكونه شارك في عمليات خطف عديدة وقعت على الأراضي اللبنانية لقاء فدية، وانضم إلى تنظيمات إرهابية مسلحة. احتجت مجموعته على توقيفه وأقدمت على الانتشار في عرسال وقطع الطرق الرئيسة، دخلت منازل عرسالية واقتادت عسكريين من بيوتهم باعتبار أن البلدة مرقطة بالعسكر وأن فيها عدداً كبيراً من المنضوين في المؤسسات الأمنية، كما خطف المسلحون عسكريين في أثناء توجههما لتوزيع المياه بأحد الصهاريج، ومع اختطافهما أشاعت نبأ انشقاقهما بإرادتهما، وهذا ما نفته مصادر عسكرية، وما هي إلا ساعات قليلة حتى تمكن الجيش من تحرير المخطوفين في عملية نوعية. تطور الوضع الأمني في البلدة واستقدم الجيش تعزيزات عسكرية، لكن المسلحين كانوا قد سيطروا على فصيلة قوى الأمن هناك وانتشروا على السطوح وروعوا السكان الذين تصدوا لهم وتمكنوا من طردهم خارج المبنى، لكن المسلحين كانوا قد استولوا على ذخيرة من الفصيلة. ولدى تصدي المواطن العرسالي كمال عز الدين للمسلحين ومنعهم من دخول مبنى الدرك أطلقت النيران عليه من المهاجمين وتوفي من فوره وأصيب مواطنان آخران. وفي الجرود استمر القتال بين الجيش ومسلحي العصابات الإرهابية لسيما في وادي حميد ووادي الحصن وتلت موسى، حيث سقط شهيدان للجيش وعدد من الجرحى، وتعرضت مراكز الجيش في جرود عرسال للاستهداف والقصف. وكانت قيادة الجيش مديرية التوجيه قد أعلنت أن ما يجري يعد أخطر ما تعرض له لبنان واللبنانيون، لأنه أظهر بوضوح أن هناك من يعد لاستهداف لبنان ويخطط منذ مدة للنيل من الجيش ومن عرسال. وأكدت القيادة أن الجيش لن يسمح لأي طرف أن ينقل المعركة من سوريا إلى أرضه، ولا لأي مسلح غريب عن بيئتنا بأن يعبث بأمن لبنان وأن يمس سلامة العناصر من جيش وقوى أمن. وأضافت أن الجميع مدعو إلى وعي خطر ما يحضر للبنان بعدما ظهر أن الأعمال المسلحة ليست وليدة الصدفة، بل هي مخططة ومدروسة، والجيش سيكون حاسما وحازما في رده، ولن يسكت عن محاولات تحويل بلدنا ساحة للإجرام وعمليات الإرهاب والقتل والخطف. هدأت جبهة طرابلس نسبيا بعد اشتباكات ليلية امتدت حتى الفجر بين مجموعات مسلحة والجيش على محاور عدة من التبان والقبة. وأفادت المعلومات أن البداية كانت باستهداف دورية للجيش بعبوة في مشروع الحريري، ما أدى إلى جرح جندي، ثم اندلعت مناوشات تفاوتت حدتها، كما استهدف حاجز للجيش عند قلعة طرابلس، واستهدفت دورية في شارع سوريا ودوار نهر أبو علي وفي الزهرية. واستمرت الاشتباكات في هذه المحاور أكثر من ساعتين، تخللها أطلاق قذائف ومضادات ورصاص كثيف، ما أسفر عن سقوط جرحى من الجيش والمسلحين. هذا وهاجم مسلحون ملثمون عناصر الجيش في طلعة العمر في التبيني، ثم حصل اشتباك مسلح وسمع دوي قذائف صوتية في باب الرمل. و
وبالعودة إلى عرسال، فقد أصدرت البلدية بيانا أكدت فيه حرصها والأهالي على احترام سيادة الأراضي اللبنانية ودعم الدولة بكل مؤسساتها وفي مقدمها المؤسسة العسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار. وجددت بلدية عرسال استنكارها وإدانتها أي اعتداء يتعرض له الجيش، وقالت أن عرسال لبنانية 100% وليست إحدى المدن السورية، ولا يحق لأي أحد استباحة الأراضي اللبنانية. وطالبت البلدة الدولة بالعمل لوقف الاعتداءات المتكررة وتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة. أعلن تيار المستقبل أن قيادته تابعت بتوجيهات من الرئيس الحريري التطورات الأمنية التي شهدتها عرسال، ورأت فيها عملا إجراميا لا يمت إلى الثورة السورية وأهدافها بأي صلة، بل يسيء إليها، خصوصا أنه يستهدف عرسال الصامدة والتي احتضنت جموع النازحين السوريين. وإذ أكدت قيادة المستقبل دعمها المطلق للمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية في تصديها للأعمال الإجرامية، دعت الجهات المعنية في عرسال إلى التعاون مع الجيش وقوى الأمن لرد أي هجمات مسلحة، مضيفة أن تورط حزب الله في الحرب السورية وأصراره على استدعاء الحريق السوري إلى الأرض اللبنانية هو عمل مرفوض ولا يبرر خرق السيادة اللبنانية والتحول وسيلة للاعتداء على الجيش والمؤسسات الشرعية اللبنانية. رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيور أكد انحيازه إلى الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية ودعمه الجيش وقوى الأمن قبل السؤال مع أي طرف هي المواجهة. ودعا السنيور إلى انسحاب المسلحين السوريين من الأراضي اللبنانية ومن عرسال بالتحديد، ووضع عرسال ومحيطها تحت سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية وانسحاب حزب الله من القتال في سوريا. قتل 50 عنصرا على الأقل من تنظيم داعش وجبهة النصرة في معارك مع الجيش السوري في منطقة القلمون. تعرضت أجبة صباح أمس لهجوم إرهابي بأعداد كبيرة، وتمكنت قوات وأبطال الجيش العربي السوري بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي وقوات الدفاع الوطني وأهالي من صد الهجوم وقتل اللي معظمهم من جنسيات غريبة. والآن الحياة الطبيعية بالبلدة وما في شيء نهائيا، وما تمكنوا حتى يوصلوا على مسافة 2 كيلومتر من البلدة. خطط الجيش العربي السوري القضاء على كافة الإرهابيين بأراضي الجمهورية العربية السورية، وخاصة نحن ضمن منطقة عملنا هي القلمون، لن يبقى إرهابي في هذه المنطقة لا في الجرد ولا في الأرض. غالبا ما تبقى مآسي سقوط الطائرات حكاية عالقة في البال، والطائرة الجزائرية التي فقد أثر ضحاياها واحدة من تلك التي بقيت أخبارها طي الفضاء. قائد الطائرة الجزائرية المنكوبة خاطر ودخل كتلة غيوم يتجنبها الطيارون عادة، والركاب فقدوا الوعي قبل ارتطام الطائرة بالأرض. تقرير لنوال بري من بوركينا فاسو. توقف عمل الأطباء المختصين في موقع تحطم الطائرة الجزائرية في البحث عن عينات الحمض النووي الكفيلة بتحديد هوية الضحايا، على أن يبدأ العمل على تحليلها في فرنسا. مهمة قد تطول إلى 6 أو 7 أشهر بحسب الفرنسيين، فيما تحدثت الجزائر عن فترة أكثر من سنة، في وقت يصلي الأهالي للتعرف إلى ضحاياهم في أقرب وقت على الأقل ليشيعوهم إلى مثواهم الأخير في لبنان. التحقيق الجنائي على صعيد آخر بدأ يظهر بعض النتائج، وأهمها أن كابتن الطائرة الإسباني كان متوقفا عن الطيران لمدة 7 أشهر قبل خضوعه للامتحان مجددا، ومساعدته كانت متوقفة عن العمل أيضا للعمل في حضانة خاصة لها في إسبانيا. وهذه الرحلة المشؤومة كانت المرة 5 فقط التي يطير فيها هذا الفريق على هذا الخط، أي خط الجزائر بوركينا فاسو. وفي هذه الفترة من السنة يكون هذا الخط صعبا من ناحية الطقس وتجمع الغيوم وحتى الصواعق. وهنا يحلل لنا الكابتن ومدرب الطيران جون سلامي في بوركينا فاسو كيف تصرف الكابتن وكيف كان باستطاعته تجنب العاصفة. الطيار قبل ما يطلع بيعطول الكارت ميثيو تبع الطريق وبيعرف قبل بوقت شو ناطره على الطريق تبعه. بالطيارة في رادار ميثيو بيقدر يعطيه إن ديتيل الغيوم اللي موجودة يلي بتأثر على الطيران، بيعرف إذا في يقطع فيها هالماس ورجوز هيدي، إذا بيقطع فيها أو ما بيقطع فيها. ما فيها تغشه يعني يفكر إنه في يقطع ويطلع مثلاً. أوقات بتزبط، أوقات لا، بيعمل 180 بيرجع على المطار يعني. هو قال بدي أرجع. قال بدي أرجع من بعد ما فت فيها. جرب يخرقها، جرب يخرقها، وهذا العام كتير خطر. عندي كذا فورماسيون رجوز، منهم أكتيف ومنهم ما أكتيف. أوكي. نشط وغير نشط. نشط وغير نشط. جرب يقطع فيهم هو.
اكيد يعني سكرت عليه بالسي بي، وهيدا اغلبيه التيارجيه ما بيقربوا على هيدا الغيم. مجرد ما فات التيار فيها معرضه على فينيمان دو جيفراج تعمل ايسنج، كانت على 410 عقد، تنزل من 410 على 370، يعني مثل شيء عملها وقفها جمدها، وفجأة من 370 تنزل على 140 عقدة. يعني فات بفينومان يا صار معه عطل بإنجن، يا صار معه هالفينومان هيدا والطيارة عملت ستول، يعني عملت ستول فرزت تقلت ما عاد فيها بورتانس، ما عاد فيها سسبنسيون بالهواء، وقشت الطيارة. يعني بتقلب الطيارة بتقلب مثل واحد عم بكب حجر. من 31 ألف قدم، يعني 10 كيلومتر تقريبا، 10,000 متر، بظرف 3 ساعات ما في حتى ستركتور تبع الطيارة ما بتتحملها. في إنسان بيقدر يتحمل هالجي نيجاتيف هيدي؟ يعني أنا بقدر إنه فاتوا بغيبوبة قبل ما يوصلوا على الشوك على الأرض. يعني كان في تجنبها أنت عم تقول؟ كان في تجنبها 100%. القرار بيرجع للكابتن بقلب الطيارة. برأيك لأنه منه خبير بهاي المنطقة؟ بفتكر أخذ ريسك، يا كان مستعجل يا كان فيه يرجع. فقدان الركاب الوعي أمر يؤكده أيضا الخبراء الذين عاينوا المكان، فهذه النقطة كانت الأهم للأهالي، ومن عاين المكان كان سؤاله الأبرز: كيف عاش الضحايا الدقائق الأخيرة؟ الدكتور فؤاد أيوب أكد لنا بعد معاينته الموقع نظرية فقدان الوعي أيضا. في انتظار تحديد موعد الانتهاء من تحاليل الدي ان اي ولو كانت معقدة، يعيش الأهالي الأمرين بين فقدان الأحبة من جهة وعدم دفنهم حتى الساعة من جهة أخرى. من بوركينا فاسو غرب أفريقيا، نوال بري، قناة الجديد. النازحون من الموصل سنة وشيعة في مخيم واحد في أربيل، كيف يتعايشون؟ تحقيق من هناك لرشال كرم. في المستنقع الطائفي والمذهبي يغرقان ويتخبطان، تتدحرج مشاكلهما السياسية الواحدة تلو الأخرى، فيتعمق خلافهما أكثر على أرض الواقع، هو خلاف الإخوة التاريخي. اختلافهم وخلافهم على أكثر من صعيد وحدهم في المعاناة والتهجير. هنا في مخيم خازر في إربيل، السني كما الشيعي، مطلبهم واحد، معاناتهم واحدة، خوفهم واحد، مسارهم ومصيرهم أيضا واحد. أنت شيعي وهو سني، عبقول عب تساعدوا بعضكم؟ ايه عم جيب لك المي؟ ايه والله يساعدنا خطيه. انت شو عم تعمل؟ والله يا ساعدهم اجيب لهم مي، ما عندهم يعني لا اطفال ولا عندهم رجال كبير يعني يقوم وياهم يقف. او انت سني بس داعش يعني كمان فجر لك بيتك؟ فجر بيت قاربي يعني ولا بيتي. ليه شو قالوا لك؟ والله قالوا يعني انت قبل كنت ويا الجيش وما رد يعني اعلن توبه، فجروا البيت هون. ما أعلنت التوبة؟ لا. المذهب تبولك ما حماك بالنسبة لداعش، برضو قالوا لك بدك تاخذ توبة. طيب ومن بعد القصف ليش ما بقيتوا مع داعش ولا لا؟ لا ما نجوا ويا داعش ولا داعش، احنا ما نجوا ويا داعش ولا ويا المالكي. انت بتحب داعش؟ لا اني ما احب، لا احب داعش ولا احب قوات المالكي، اريد نرجع لهن ونرتاح. لا هيدا ولا هيدا. لا هذا ولا هذا ما لنا علاقة. ندور امان. ندور امان. داعش. ايه. شو بتقولي لهم؟ الله ينتقم منهم، دمرونا كل شيء، ما ظل بحالنا، ايش نسوي معهم؟ هم ظلام، جوا علينا على الغفله، جوا على الموصل، راسا طبوا على الموصل واطراف الموصل، بهدلونا، ايش نسوي؟ ايش نسوي؟ شو يعني بهدلوكم؟ والله بهدلونا من اموالنا، من هذا كل شيء، ايش خلوا حال بينا؟ كل شيء ما خلوا بينا حال. انت مريضه؟ ايه مريضه. من شو؟ اخاف من هذا تيفا. تيفا عندي من الخوف؟ ايه. شو بدك تقول لهم للشيعه هلا الموجودين كمان ايضا بالعراق؟ والله الشيعه اسعى، نحن هي السنه الشيعه متهجرين سوا، احنا ايه. احنا نفس التهجر نفس الماساه. ايه. هيدا الاكل؟ ايه هي تسوت بيت هون؟ ايه هيدا من اي متى الاكل؟ اليوم؟ ايه اليوم هسه.
هذا انتم عم تطبخوه ولا هن عم يجيبوا لكم اياه؟ لا احنا طبعا. عندكم فراش، عندكم ماي؟ هدول فراشنا، هدول فراشنا، هدول فراشكم؟ ايه، ماي ننقل من بعيد، الشباب يعاونونا يجيبوا لنا ماي نوبات. شو بدك؟ ماي امان؟ ماي ماكو. ها شوف حالنا. شو هاي؟ شو ايه هدوم ماكو. ايه اشكو ماكو. ما في شيء. بس الاكل ما اريد هذا الاكل، لا تجيبوه. ايه خلي يموتون من الجوع احسن. انت شو هاي؟ شو هيدا؟ شو فيه؟ والله دود خاله. هيدا؟ اي والله. من شو هيدا الدود؟ والله من الطحين. شو بعد فيه؟ اي والله بعد فيه مليان. بعدك عم بتنبش على الدود؟ اي والله. نعم. طيب وكيف عم تاكلوا؟ كيف عم تاكلوا؟ ناكلوا من الضيم. ننخل ننخل. هيدا وحده هون. دود من الامم المتحده هنا موجود، من كردستان ينطونا المعينات هاي. هيدا من الامم المتحده؟ نعم، هاي الامم المتحده المساعدات. ينطون المساعدات للاجئين من الاهالي، من الخيريات. بس انت هلا عم تقول انه المساعدات تبع الامم المتحده فاسده. الامم الاكل هذا اللي يجينا كله فاسد. فساد الطعام ينسحب فسادا في العقول ايضا، لذلك يشحد العقلاء لدى الطرفين قطرة امل للحد من الخلاف المذهبي في العراق وخارجه، ويعملون على تكحيل الواقع المر وتجميله. فهم يعلمون أنه في حال بقي الشرخ قائماً يبقى مصير الجميع واحداً. من مخيم خازر في إربيل العراق، رشا الكرم، قناة الجديد. أعلنت إسرائيل مقتل الجندي الذي فقد منذ الجمعة الفائت، فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استمرار الهجوم على غزة. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقب تقارير إعلامية إسرائيلية عن سحب الجيش لبعض قواته من شمال القطاع إن بلاده تحظى بدعم من واشنطن والدول الأوروبية للدفاع عن الإسرائيليين وستستمر بضرب الأنفاق في غزة. وذهب نتنياهو إلى أبعد من ذلك بالقول إن الجيش الإسرائيلي مستعد للاستمرار في قتال النشطاء الفلسطينيين في غزة حتى بعد استكمال تدمير الأنفاق. من جهته أكد وزير الحرب الإسرائيلي موشي يعلون أن القوات البرية ستعيد الانتشار في المواقع التي يراها الجيش مناسبة، في إشارة إلى أن الجيش انسحب من بعض المناطق في اتجاه مواقع أخرى في القطاع. ورد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري على تصريحات نتنياهو قائلا إنها مرتبكة وتنم عن مواجهته وجيشه أزمة حقيقية في غزة، وأنها محاولة لصناعة نصر وهمي لحكومته. مؤتمر نتنياهو يعلون هو محاولة يائسة لترميم النفسية الإسرائيلية بعد هزيمة نتنياهو أمام المقاومة الفلسطينية. حديث نتنياهو عن تدمير أنفاق غزة هو كذب لا أساس له من الحقيقة، والأهداف التي أعلن عنها هي عبارة عن أطفال ونساء غزة الذين قام بقتلهم، ومباني غزة التي قام بتدميرها. كتائب القسام تنفي علمها بموضوع الضابط الإسرائيلي المفقود، وجيش العدو يستهدف مساجد ومبنى داخل حرم الجامعة الإسلامية في غزة. واصل العدو الإسرائيلي قصفه قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عشرات الفلسطينيين بين شهيد وجريح، لا سيما في رفح جنوب القطاع، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 1670 شهيدا. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف 3 مساجد ومبنى داخل حرم الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، فيما عرض عرضت قناة الأقصى فيديو يظهر لحظات استهداف العدو الإسرائيلي أحد مقرها. وذكر موقع ولاه الإسرائيلي أن 7 جنود إسرائيليين أصيبوا الليلة الماضية في قطاع غزة خلال اشتباكات مع كتائب القسام. وفيما يتعلق بالضابط الإسرائيلي، فقد اكتفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس بالقول في بيان أن لا علم لها حتى اللحظة بموضوعه ولا بمكان وجوده ولا بظروف اختفائه، مرجحة أن يكون قد قتل. وأكدت من جهة أخرى أن
أنها قصفت صباح اليوم تل أبيب بثلاثة صواريخ واستهدفت حيفا بصاروخ R-160 وقصفت كذلك حشودا عسكرية شرقية المنطقة الوسطى بستة صواريخ 107. وأشارت القسام إلى أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمالي القطاع. بدورها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت مدينة إسدود شمالي القطاع بصاروخي جراد ومناطق زكيم وإريس وسيديروت ب11 صاروخ 107 وبقذيفتي هاون. الاحتلال يدمر المساجد خلال عدوانه على القطاع. تقرير من غزة لمراسلنا هناك محمد المدهون. لم يعد المسجد قائما لكن الصلاة لم تسقط، فقد جعل الله الأرض كلها مسجدا وطهورا للمسلمين. هذه الباحة الأمامية لجامع السوسي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. قدم الناس ليؤدوا صلاة الجمعة الأولى بعد هدم مسجد حيهم في واحدة من ليالي الحرب بصواريخ من طائرات F-16. ما فيش إمكانية ما نصليش جوا المسجد، مهدوم ولا مش مهدوم يعني زي ما أنت شايف. يعني لازم نصلي، لازم نصلي، وحينبني. حينبني غصبا عن اليهود وغصبا عن اللي جابوا اليهود. بريطانيا اللي حطت لنا اليهود هان، وأمريكا اللي قاعدة تدعم في اليهود واللي بنزلوا علينا، يعني ما شاء الله، يعني هو بس عقد الجامع. وكما أن مستوطني دولة الاحتلال يمارسون عربدتهم على مساجد الضفة الغربية والقدس، فإن جيشها يحاكي ذات العقلية المتطرفة في غزة. طائرات الاحتلال قصفت ما يزيد عن 40 مسجدا في كل محافظات القطاع لتلحق بها دمارا كاملا أو جزئيا. سكرت المسجد وروحت على بيتي، تنتين وتنتين وربع نضرب دورة وصاروخ تاني صاروخ، بعدين هيلوا علينا. ليش؟ السؤال ليش؟ بدي اسال سؤال الاوروبيين الامريكان العاملين اهل الحضاره اللي بيعملوا على اهل الحضاره. صارت حرب عالميه ثانيه، المانيا كانت راس المحور في هذه الحرب، كل المانيا هدمت الا الكنائس. تلاحق اسرائيل كل عقيده دينيه او وطنيه تحفز الفلسطينيين على مواجهتها وتحث فيهم روح المقاومه. ما من مبرر من أي نوع يفسر سبباً عسكرياً لاستهداف دار عبادة، لكنها العجرفة الإسرائيلية التي تركن إلى عجز الأمة الإسلامية. المقاومة نعرف والعدو يعرف أين هي المقاومة. المقاومة هي في ناحي العوز عندما داست رقاب اليهود تحت أقدامها وأعدمتهم من مسافة صفر. هناك المقاومة، وليس في بيوت الله وليس في المؤسسات المدنية داخل غزة. لا يوجد أي مقاوم تم استهدافه أو استشهد داخل هذه المساجد أو هذه المؤسسات. تسعى إسرائيل لترسيخ الصورة في أذهان الناس حتى تصبح شيئاً طبيعياً، تمهيداً ربما لتنفيذ مخططها الذي تعمل عليه منذ عقود بهدم المسجد الأقصى. حين يأتي الاعتداء على المقامات الدينية وهدم المساجد في سياق الاحتراب الطائفي الذي يضرب الإقليم في السنوات الماضية، فإنه يستجلب ردوداً نارية ومعارك عسكرية تطيح فيها أجساد الرجال. أما تسوية 50 مسجداً في غزة بالأرض فإنه بالكاد يصل مسامع المراجع الدينية، فضلاً عن إدانته والتحرك ضده. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. قتل 3 من أفراد عائلة سورية آتية من دمشق إلى لبنان في حادث سير على طريق المصنع بين حافلة نقل ركاب فقدت فراملها وسيارة هيونداي كانت تستقلها العائلة. والقتلى السوريون الثلاثة هم محمد عارف وزوجته دانيا السباعي وابنتهما نجلاء مواليد 92، فيما نجت فتاة كانت برفقتهم. وكانت العائلة آتية من سوريا لاستقبال ابنها العائد من السفر عبر مطار بيروت. عشية التمديد الثاني لمجلس النواب، أين ثوار البندورة؟ تقرير جاد غصن. لم يسكت أهل المجتمع المدني عن تمديد النواب لأنفسهم العام الماضي وأعلنوا ثورة البندورة. قصفت مواكب النواب بالبندورة وكذلك صورهم. نصب الثوار خيما قرب ساحة رياض الصلح وحاصروا المجلس الدستوري. على أعتاب التمديد الثاني للمجلس عينه تبحث عن الثورة فتسمع أنها ذبلت مع انقضاء موسم البندورة وأن نصب الخيم في رياض الصلح لم يشفع بها. غير أن مروان معلوف هو أحد مؤسسي مجموعة حركة من أجل الجمهورية التي كانت مشاركة في حراك عام الماضي لا يرى الصورة بهذه السوداوية. فينا نقول أنه كنا الغصة، غصوا فينا يعني. وهذا واضح حاليا بتعاطي الحالي لمسألة التمديد. التمديد بطل موضوع سهل التعاطي فيه وطرحه على الطبقة على الواقع اللبناني، لأنه وعي الطبقة السياسية أنه طرح ضد
المبادئ الديمقراطية والمؤسساتية بهالبلد مش رح تمرق مرور الكرام. معلوف الذي اخترق الحاجز الأمني وحاول نصب خيمة قبالة المجلس النيابي العام الماضي من ساحة رياض الصلح نفسها يعد أن التحركات المعارضة للتمديد ستؤرق هذه السنة النواب بعد الاستفادة من أخطاء العام الماضي. بيصير في أخطاء صارت بالماضي، برجع بقول لك بتخيل الشعب اللبناني كله صار عنده يعني مقتنع وبطريقة واضحة انه ما في امل بهالطبقة السياسية، وانه ما في يكون في يعني مساومة، انه يا شباب ما بدنا نفوت ما بدنا نصعد. نحن حاليا بمرحلة تصعيدية، نحن مع كل شخص حاليا بيجي ضد التمديد، اذا كان حزب سياسي ام مواطن ام جمعية ام انسان بيجي ضد التمديد نحن بنحط ايدنا وايده. امال الناشطين مرتفعة، فيما امال تجار الخضر أن تعود البندورة شعاراً للثورة، عساها تسهم في تصريف ما كدسته أيام الصيف. جد غصن، قناة الجديد. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان منذ قليل عن سقوط 8 شهداء للجيش وعدد من الجرحى في عمليات الجيش في عرسال ومحيطها. وقد تابعت وحدات الجيش طوال الليل وحتى الصباح عملياتها العسكرية، حيث قامت بملاحقة المجموعات المسلحة والاشتباك معها. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس تيار المردة سليمان فرنجي يتوافقان على مقاربة كل الملفات والاستحقاقات. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي، يرافقه نجله طوني والمحامي يوسف فنيانوس، في حضور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. وجرى التباحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ولا سيما العدوان الصهيوني على قطاع غزة والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، حيث أكد الطرفان دعم المقاومة في فلسطين والتضامن مع الشعب الفلسطيني وأهل غزة في صمودهم في مواجهة الاعتداءات الصهيونية. وكان نقاش في التطورات العراقية وتحديدا ما تشهده الموصل من تهجير للمسيحيين وقتلهم للمسلمين على أيدي التكفيريين، حيث استنكر الطرفان هذه الممارسات وشددا على ضرورة حماية وحدة العراق وحفظ نسيجه الطائفي وتنوعه السياسي. وقد حذر الجانبان من خطر سلوك داعش والتكفيريين في سوريا والعراق وتداعياته على المنطقة بما فيها لبنان. وجرى التباحث في الأوضاع الداخلية، حيث كانت وجهات النظر متطابقة في مقاربة كل الملفات والاستحقاقات العديدة، وكان تشديد على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني ومواصلة العمل لمواجهة الإرهاب التكفيري. في غانا رددت عشرات النساء الله أكبر في وقفة قيل إنها تضامنية مع ما سمي أسود طرابلس، وقد سمع بوضوح رجل يطلب منهن التكبير ويقرأ عليهن كلمات ليرددنها. وقد حملت النساء لافتات كتب عليها أفريقيا تتضامن مع أسود طرابلس، والله يفك أسر الحاج زياد علوكي والقائد سعد المصري وطلال عيسى وكل المعتقلين في السجون اللبنانية. أصدر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام قرارا يدعو فيه مجلس الانتخاب الإسلامي إلى انتخاب مفتي الجمهورية في العاشر من آب الحالي. وقد تجاوب المفتي الشيخ محمد رشيد قباني مع الدعوة وقال بيان صادر عن دار الفتوى إنه بعد اطمئنان المفتي إلى أن كل ما جرى الاتفاق عليه سيكون مصونا لحفظ مقام الإفتاء الديني ومكانة المسلمين ومرجعيتهم الدينية، فإن المفتي يبارك هذه الدعوة ويتوجه بالشكر لكل من بذل جهدا. ودعا البيان جميع المسلمين إلى نبذ الخلافات والفتن والتوحد على كلمة سواء لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالمنطقة العربية ولبنان. أهلا بكم من جديد. هنأ الرئيس المصري إيطاليا برئاستها الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذا يمنحها دورا أكبر في المرحلة المقبلة. وفي مؤتمر صحفي بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، أكد السيسي أن المبادرة المصرية هي الفرصة الحقيقية لوقف نسف الدم في غزة. وعايز أقول أن المبادرة المصرية هي الفرصة الحقيقية لإيجاد حل حقيقي للأزمة اللي بتدور في قطاع غزة، هي الفرصة الحقيقية لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني اللي موجود في قطاع غزة، وده اللي توافق معايا فيه رئيس الوزراء الإيطالي. المبادرة بمنتهى الاختصار بتتيح فرصة حقيقية من خلال تهدئة، دخول مساعدات،
ثم إطلاق المفاوضات. وأنا قلت لرئيس الوزراء الإيطالي وبقول لكل اللي بيسمعني دلوقتي، الوقت حاسم، الوقت حاسم، لابد من استثماره وبسرعة لإيقاف إطلاق النيران والتهدئة في القطاع وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني. فقدان الوقت بيؤدي إلى مزيد من تعقيد الموقف أكثر وأكثر. رسائل شديدة اللهجة بين السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز والمحلل السياسي البريطاني ديفيد هيرست. تبادل السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز رسائل شديدة اللهجة مع المحلل السياسي البريطاني ديفيد هيرست، الذي كان قد اتهم المملكة بدعم العدوان الإسرائيلي على غزة للتخلص من حركة حماس. فاتهم السفير الكاتب بالتخريف والجهل، في حين رد الأخير بسؤال السفير رأيه في الموقف الأخير للأمير تركي الفيصل شقيق وزير الخارجية السعودية، الذي انتقد فيه حركة حماس وحملها المسؤولية لإطلاقها الصواريخ ورفضها قبول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار. عملية الأخذ والرد إذن بدأت بمقالة لهيرست عنوانها الهجوم على غزة بقرار ملكي سعودي، فجاء الرد السعودي ببيان للأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز في خطاب وجهه إلى صحيفة الكاتب البريطاني المتخصص بشؤون الشرق الأوسط، قال فيه هل نيتك الإساءة؟ أم إنك تجهل تماماً تاريخ الشرق الأوسط وسياسته؟ ووصف الأمير محمد بن نواف المقالة بأنها تخريفات مطلقة وأكاذيب لا أساس لها، مضيفاً إن الادعاء أن المملكة العربية السعودية تدعم العدوان الإسرائيلي هو بصراحة وقاحة بشعة. وزعم الأمير أن موقف السعودية هو أن الفلسطينيين إخواننا وأخواتنا، وقال تأكدوا أننا لن نتخلى عنهم وسوف نفعل كل ما في وسعنا لمساعدتهم في مطلبهم الشرعي العودة إلى وطنهم والأراضي التي استولت عليها إسرائيل بصورة غير مشروعة بل بلغة النار والقهر والظلم. أما هيرست فعاد ليرد على رد الأمير في مقالة عنوانها دموع التماسيح التي تذرفها السعودية على غزة، استهله قائلا ليس يسيرا أن تكون السفير السعودي في المملكة المتحدة، فبداية عليك أن تنهمك في إنكار ما لا يمكن إنكاره، أي حقيقة أن العدوان الإسرائيلي على غزة جاء بتمويل سعودي. إنها بلا شك مهمة مهينة، إلا أن الأدهى والأمر أنك بمجرد ما تفتح مدافع الغضب على متهمي بلادك حتى يخرج زميل لك بما يناقض ما ذهبت إليه، والأسوأ في كل ذلك أنه شقيق رئيسك في العمل، فأي الموقفين يمثل المملكة العربية السعودية إذن؟ قرروا ما تريده السعودية، لأنه لا يمكنكم قول الأمرين معا، لا يمكنكم أن تقسموا على الولاء لقضية الفلسطينيين وبعد ذلك تعطون الإشارات الخفية لقتلهم. وانتقد هيرست ما ذكره الأمير محمد بن نواف عن عدم وجود اتصالات بين المملكة وإسرائيل، سائلاً قل لنا إذن ما الذي دار بين الأمير بندر بن سلطان ورئيس الموساد تامير باردو في فندق بالعقبة في تشرين الثاني الماضي. وختم الصحفي بحسب معلوماتي نتنياهو ما كان ليجرؤ على رفض مبادرة كيري الداعية إلى وقف إطلاق النار نهاية هذا الأسبوع لولا الدعم الكامل الذي تلقاه من حلفائه العرب، ولولا الدور السعودي لما استمرت هذه الحرب الوحشية على غزة يوما واحدا آخر. في كوناكري عقدت كل من غينيا وسيراليون وليبيريا التي تفشى فيها وباء إيبولا مؤتمر قمة إقليميا قررت فيه فرض طوق صحي حول منطقة مشتركة بين هذه الدول. وفي مؤشر إلى القلق العالمي من انتشار الوباء، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن بعض الضيوف الذين يشاركون في القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن الأسبوع المقبل سوف يخضعون للفحوص الطبية. والآن إلى عناوين صحف الأحد 3 آب، والبداية مع الديار. الجيش: الوضع خطر ولن نسمح بتحويل بلدنا إلى ساحة للإجرام. داعش سيطرت على عرسال والجيش صد الهجومات على مواقعه. هل تلجأ التربية إلى التقييم المدرسي بدل الشهادات؟ نازحون من الموصل مسلحو داعش من المدينة. 28 يوما وجنون القصف الإسرائيلي لم يتوقف على غزة، المقاومون تفوقوا في المواجهات ولا تراجع عن رفع الحصار. ننتقل إلى المستقبل، سلام يدعو إلى انتخاب مفت للجمهورية في 10 من الجاري. عرسال: الجيش والشعب وقوى الأمن في مواجهة الإرهاب. نتنياهو يتوعد بتدفيع حماس ثمنا باهظا والحركة ترد مستمرون في المقاومة. اليونيسف: 30% من قتلى غزة أطفال.
في الحياة اليوم، الجيش يتصدى لأخطر ما يتعرض له لبنان، وتضامن سياسي واسع معه، النصرة تقتحم عرسال. السيسي يعتبر المبادرة المصرية فرصة حقيقية، والمجزرة مستمرة في رفح. إسرائيل نحو انسحاب أحادي من غزة يجنبها الاستحقاقات. المعارضة تتقدم في ضاحية الأسد في حلب. سوريا مقتل 14 عسكريا من إيران وحزب الله. وفي الشرق الأوسط مقتل نحو 100 فلسطيني، ومصير الجندي المخطوف ما زال غامضا. تل أبيب تريد تطبيق قاعدة الهدوء والنار. إسرائيل تتجه لوقف نار أحادي، وحماس تصر على التفاوض. الكتلة الأكبر تنتظر كلمة القضاء العراقي وسط تمسك المالكي بها. قائد في البشمركة الكردية، بدأنا حملة لن تتوقف حتى تطهير الموصل. مقتل 4 بينهم عسكريان، وأنباء عن اختطاف 20 شرطيا لبنانيا. اشتباكات بين الجيش اللبناني والنصرة تهدد بتمدد النزاع. وهذا تذكير بعناوين النشرة. الجيش يستعيد السيطرة على وادي حميد في جرود عرسال بعد معارك عنيفة مع داعش. اندلاع اشتباكات في طرابلس إثر استهداف مراكز ودوريات للجيش. الاحتلال بدأ بسحب بعض قواته من غزة، ونتنياهو يحاول صناعة نصر وهمي. تدمير ممنهج للمساجد في القطاع. كل ألمانيا هدمت إلا الكنائس. قائد الطائرة المنكوبة دخل المحظور. تنفيذ جنبها 100%. والجديد في المخيمات النزوح في أربيل. انت شيعيه هو سني. عبقول عم بتساعدوا بعضكم؟ ايه عم جيب لك المي؟ ايه والله يساعدنا خطيه. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.